كما عودناكم أترككم مع التقرير اليومي لوزارة الري بخصوص الفيضان. البيان اليومي للجنة الفيضان عن 4 أغسطس 2021. اليوم سجل إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الأثيوبية 800 مليون متر مكعب، ونهر عطبر عند الحدود السودانية الأثيوبية 240 مليون متر مكعب، ومعدل التصرفات خلف السدود بملايين الأمتار المكعبة: الرصيرس 639، سنار 616، جبل الأولياء 86، أعالي عطبرة وستيت 190، وخشم القربة 179، ومروي 634. بينما سجلت الخرطوم 16.64 متر متجاوزة منسوب الفيضان ب 14 سنتيمتر. الملاحظ في بيان اليوم أن إيراد النيل الأزرق سجل إيراد عالي جدا جدا، وبالتالي ده بيتطلب تحذير كل المواطنين في ولاية سنار وبالذات في مناطق سنجة وفي ولاية الخرطوم تحديدا نتيجة للتضييق على المجرى بالعمران، فدي يعني الناس تتخذ كل الإجراءات اللازمة حفاظا على سلامتها وعلى أرواحها. بالنسبة للقطاعات الأخرى أيضا في عطبرة، دي من القطاعات اللي يعني الناس أيضا تتخذ فيها كل التحوطات اللازمة. بالنسبة للتنبؤات ليوم غدا، ود العيس بنتوقع أنه يكون فيها زيادة زي 10 سنت ليوم غدا و10 سنت لليوم البعديو يوم بعد غد. ود مدني كذلك زيادة 10 سنت ليوم غد وليوم بعد غد الجمعة حوالي أيضا 10 سنتيمترات. الخرطوم غدا بنتوقع 13 سنتيمتر زيادة، وبعد غدا حوالي 10 سنتيمترات، وشندي غدا 20 سنتيمتر، وبعد غدا حوالي 7 سنتيمترات، وعطبرة حوالي 10 سنتيمتر زيادة ليوم غد، وبعد غد حوالي 5 سنتيمترات. أخيرا دنقلة 14.25 اليوم، غدا بنتوقع أنها تكون 14.53 بزيادة 27 سنتيمتر، وبعد غدا أيضا حوالي 10 سنتيمترات زيادة. شكرا جزيلا.